طابة أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. بالأمس أعلنت ميليشيا الحوثي تزكية مجلس النواب لنواب رئيس المجلس بعد إلغاء نتائج انتخابات هيئة الرئاسة التي أجراها المجلس الأسبوع الماضي بصنعاء. أمر ليس بجديد على الحوثي وميليشياته، فما يهمهم هو ظهور أي كيان يمكن الاعتماد عليه كمحلل في القرارات أو القوانين أو أداء اليمين، ولا يعطل مشاريعهم أو أرباحهم. في 2014 أصدر الحوثي ما يسمى بالإعلان الدستوري، اعتبر فيه البرلمان منتهي الصلاحية، ونص على تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطني كبديل له، على أن يسمح للأعضاء المنتخبين بالانضمام إليه إن أرادوا. وقتها فشلت الخطة، وهنا يجب الإشارة إلى دور المؤتمر الشعبي العام الذي وقف حجرا صلبا معلنا رفض الدخول في أي تحالف أو أي شراكة إلا عبر الدولة ومؤسساتها، ومؤكدا أن أي مسؤول عليه أن يؤدي اليمين أمام مجلس النواب. منذ تلك اللحظة وهناك اتجاه آخر في محاولة لتهميش المجلس أو السيطرة عليه من خلال هيئة الرئاسة، حاولوا إسقاط اللوائح الراعي وفشلوا، وهذه قصة أخرى. في نوفمبر أو 7 نوفمبر أجريت انتخابات غير معلنة داخل البرلمان بصنعاء، أعيد فيها اختيار الشيخ يحيى الراعي رئيسا للهيئة، فيما اختير النائب عبدو بش وأكرم عطية وعبد السلام هشول في هيئة رئاسة المجلس، لكن الميليشيا الحوثية رفضت تلك النتيجة، وتجاهلت وسائل الإعلام التابعة لها الخبر بشكل كامل، حتى أن محمد علي الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى نشر تغريدة على صفحته بمواقع تويتر، هنأ فيها مجلس النواب على انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة جديدة للمجلس بطريقة ديمقراطية حرة، إلا أنه عاد وحذف التغريدة. منذ ذلك التاريخ والجلسات متوقفة بسبب ضغوط الميليشيا من أجل استبعاد بشر من المنصب وتعيين عبد الرحمن الجماعي المقرب من قيادة الميليشيا كنائب لرئيس المجلس، ليفاجأ أعضاء المجلس صباح الثلاثاء باستدعائهم لحضور جلسة وتزكية النواب بعد أن أغلق البرلمان بالسلاسل والأقفال. البرلماني عن حزب الأحرار عبدو بشر أعلن استقالته من المجلس نزولا عند رغبة مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى تابع للميليشيا، ووفقا لما جاء في بيان الاستقالة الذي نشره النائب بشر على صفحته بموقع فيسبوك، قال إنه استقال حتى لا يتحمل أعضاء المجلس الضغوط بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري والقانوني في انتخاب هيئات رئاسة مجلس النواب بطريقة قانونية وديمقراطية، كشفا عن تلقيه تهديدات بالتصفيه والقتل. هذا ما يحدث عندما تواجه ميليشيا. الميليشيا تقوم بتحريك الأشخاص من أماكنهم بالجبر وبالقوة باستخدام كل ما يمكن أن تستخدمه من وسائل الضغط. بشر انسحب بالاستقالة، لكن ضغوط الحوثي لن تتوقف وستستمر. بدورنا لن نكل ولن نمل من المواجهة والصمود حتى نتخلص من هذا الكابوس. تابع تقرير تالي ومن ثم نبدأ النقاش. كغيره من أجهزة ومؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن البرلمان أو ما تبقى منه في صنعاء ليس أمامه إلا خيارين، إما التطويع للعمل وفق أجندة الميليشيات وقاداتها لشرعنة انتهاكاتهم وجبايتهم، أو فإن كارت التجميد والحل جاهز للإشهار. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل. منذ اقتحام الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء كان أول قراراتهم حل مجلس النواب وإنشاء ما سمي حينها بالمجلس الوطني، وأنشئت غرفة لتسجيل الراغبين للانضمام للمجلس الحوثي المستحدث، إلا أن هذه الخطوة فشلت بعد رفض أغلب البرلمانيين لرغبات الحوثيين. وقتها لجأ الحوثيون إلى مضايقة البرلمانيين وإخضاعهم ورفع السلاح في وجوههم وملاحقتهم عبر عصاباتها أو في المحاكم والنيابات بتهم ملفقة وإصدار أحكام بحقهم بالإعدام أو مصادرة ممتلكاتهم وتخويلهم.
ولعل أشهر محطات تخوين البرلمان بشكل كامل حين تأييده وتبنيه للمبادرة بشأن الحديدة في العام 2016، فخونته الميليشيات وشيطنته قبل أن تعود هي وتذعن للمطالب الأممية، ومن ثم المراوغة والمماطلة حين تنفيذها. ظل البرلمان هو المؤسسة العصية على الميليشيات منذ اقتحامهم صنعاء، وبعد عجزهم عن تطويعه وكسره لجأوا إلى الاستفراد بأعضائه بالترهيب أو الترغيب قبل أن ينظموا انتخابات هزلية تكميلية في 20 دائرة نيابية دفعت أعضاؤها للترشح ودعمتهم للفوز رغم عدم منافستهم من أي طرف. ومؤخرا اتجهت الميليشيات للسيطرة على هيئة رئاسة ما تبقى من البرلمان في صنعاء بانتخابات فشلت فيها كذلك من تصعيد ممثلها، لتلجأ إلى رفض الانتخابات وتجميد عمل البرلمان وتهديد الفائزين فيها بالقتل والتصفية، وعلى رأسهم البرلماني عبد بشر والذي أعلن استقالته من البرلمان بسبب التهديدات الحوثية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو النائب البرلماني البارز عبد الرحمن معزب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. ربما في رسالة هامة وفي توقيت مهم جدا بعث بهذه الرسالة إلى الشيخ يحيى الراعي، رخصت فيها أسباب خروجك من صنعاء والظروف التي رافقت هذه، قلت فيها يعني لكي نبدأ بهذه لخصات الكثير من المواقف، قلت فيها بعنوان عذرا يحيى الراعي لأننا غادرنا الأشخاص الذين يجب أن نعتذر لهم بسبب المغادرة كثير، ولكن يقع في مقدمتهم والدي ووالدتي واللواء الراعي الذي ضحى بقدمه في جامع النهدين وضحى بذي يزن وهو لا يعلم لماذا انهالت 4 صواريخ على منزله في جهران. نعم نجا هو وبقية أسرته وحراسته بعجوبة، ولكنه لا يعلم لماذا تم استهدافه. فعذرا يحيى الراعي لأننا غادرنا إلى بلد شقيق، ولكنك ستقدر موقفنا. فنحن غادرنا لأننا أمام جماعة لا نعلم متى صدقهم ومتى كذبهم، ولا نأمن غدرهم ولا نثق بعهودهم. هذه كانت بداية الرسالة، ونعود إلى الحيثيات والتي دفعتكم للخروج وعدم الاستمرار في ممارسة عملكم البرلماني في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن. شكرا جزيلا، وشكرا لاهتمامكم لأهم مؤسسة تشريعية وما تبقى من الجانب الأهم، ما تبقى في الجانب الدستوري والشرعي مجلس النواب. طبعا قرأنا الأوضاع من كل الاتجاهات، نحن عدد من الأخوة الزملاء الذين وجدوا وقدروا أن الوضع في صنعاء لم يعد يعني مجديا من كل الاتجاهات، لأن ما أمام ميليشيات تحتكم إلى حيثيات ونظريات خارجة عن النهج الوطني. الخلط موجود بين القوى الوطنية والقوى الميليشاوية، ولكن طغت السيطرة الميليشاوية على كل مؤسسات الحياة، ولم تعد تتيح مجال لأحد للعمل أو لصاحب صوت وطني أو للحفاظ على الشيء البسيط من أهداف الثورة 26 من سبتمبر وحقوق أبناء الشعب اليمني. فاستهدفت الكثير، من لم تستطيع أن تحتويه استهدفته. وجدنا أن التوجه العام في إطار البرلمان يسير، أو هناك ضغوط كبيرة لتسخير البرلمان لخدمة مشاريعهم الميليشاوية والسلالية والطائفية وغيرها، فلم نعد نستطيع أن نقدم شيء للدفاع عن واجباتنا، للدفاع عن الدستور، للدفاع عن القوانين، للدفاع عن حقوق المواطن. طلب منكم مهام قانون الخمس وغيرها، طلب منا، وأصبحنا يعني نوجه أو يريدوا أن نتوجه حيث يريدون فقط، لا يسمح لنا أن نعمل إلا بما يريدون فقط. فكان القرار أن لم يعد ينطلي علينا أن نظل شهود زور على الأقل، أن نعلن موقف أن ما يدور في صنعاء لا يمثل بنا الشعب اليمني، ولا يمثل الحضارة اليمنية، ولا يمثل
أهداف أكتوبر. هل يمكن اعتبار ما يجري الآن هو صراع بين مراكز القوى الحوثية؟ والله يعني لا نستطيع أو ندخل في هذا أو نتكهن في هذا طبعا. يعني واضح أنه مثلا محمد علي الحوثي يؤيد الانتخابات التي جرت والتي تم تصعيد فيها مهما كان يجب أن لا نراهن كثيرا على خلافات الأجنحة الموجودة الحوثية، لأن هناك في الأخير من سيجمعهم؟ هناك السفير الإيراني هو صاحب القرار في الأخير، حتى وأن وجد هناك جناح محمد الحوثي وجناح مهدي المشاط وجناح الآخرين، لكن هو وصل في مهمة لتوفيق يعني الأطراف يعني المتصارعة. هناك من سيأتي ليجمعهم في الأخير؟ السفير الإيراني بالذات، ومن قبلها كان مرجعيات هناك إيرانية من قبل هي يعني من صاحبة القرار في الأخير. لكن الآن الملفات مباشرة تضع أمامه يعني في ظهرت أظهر الخلاف مجلس النواب، لأنه ليسوا جميعا من الميليشيات بل جناح مؤتمر، فظهر الخلاف. خصصت يحيى الراعي بالذات وأعيدها بالإثارة عشان نعرف ماذا يعاني يحيى الراعي، وأعرف الظرف والوضع الذي يعني، وأعرف موقف ليس فقط يحيى الراعي هو من يعاني وليس هو والمعاناة له، هي معاناة الجميع. لكن هناك الكثير من النواب، وأعرف موقفه قبل الضربة التي تمت في بيته، أعرف موقفه جيدا يعني قبل أن يضرب ورجل بيته. دولة نعم، يعرف أنه كان لم يكن موافقا مع كل الإجراءات ويعني غادر إلى جهران في وقتها، فخصصت يعني لهذا الجانب، وهي رسالة له ولكل زملائي أعضاء مجلس النواب، وإلا ما تذكرون هم مقدرين موقفنا، يعني مقدرين موقفنا، ونحن مقدرين، ويجب أن تقدروا موقفهم، ونحن مقدرين موقفهم لأنهم أحرار وهم منتخبون. ما شوف الانتخابات الأخيرة التي أظهروا يعني ظهرت وبرغبتهم الذاتية استبعدوا فيها مرشح الحوثيين الجديد، يعني مرشح بانتخابات حوثية أخيرة ليس يعني لم يعني يشاركوا في انتخابه، بل انتخبوا عبد البشر برغم وجود توجيهات وضغوطات سابقة، وكانت النتيجة لصالح النواب المنتخبين انتخابات دستورية شرعية في عام 2003 وبعدها. الانتخابات اللي هي الحوثية الأخيرة التي حدثت وقدموا رسالة أن هذه غير شرعية، حتى هم من داخل صنعاء بعد أن جاءت الظروف وأرغم عبد البشر وأرغم رئيس المجلس وأرغم الأعضاء، يعني الرسالة قد وصلت بعد التهديد بالقتل، الرسالة قد وصلت. عبد البشر يمثل نفسه ويمثل تجاهه ما يسمى التنظيم الحر الأحرار وكتلته، لكن كتلة المؤتمر لا تستطيع، شوف أحمد سيف حاجد ولا عبد البشر يستطيعون يتكلموا لأنهم فالتين، ما فيش عندهم مراكز تكل حزبية، لكن المؤتمر لو ظهر الموقف الذي ظهر من أي مؤتمر كان الوضع أسوأ، يعني لأنهم لا يتيحون مجال للمؤتمر أن يتحدث أكثر، الضغوط على المؤتمر أكثر من غيرهم. ومع ذلك نحيي يعني موقف النواب المتبقيين في صنعاء وخاصة الذين يرفضون الكهنوت، يرفضون الخروج على أهداف ثورة 26 من سبتمبر، الذين لم يتعوضوا ما زالوا على العهد يعني، ولكنهم أكرهوا، نحييهم كثيرا وقد أوصلوا رسائلهم، أوصلوا رسائلهم يعني في رفض المرشح الذي حاول أن يفرضه ما يسمى المجلس السياسي، وهم من خارج مجلس النواب، ولا يحق اساسا لهؤلاء المشاركه حتى في الاقتراع، لكن هم يريدون ايضا ان يصعدوهم لانهم جماعه ايديولوجيه او كتله ايديولوجيه، وضعهم بين خيارين، اما ان نحل مجلسكم ونجمده او تنتخبوا هذا. ويعني في الاخير تم توصيلها بالتسكيه المعلنه بالرغم ان اللائحه تمنع ذلك. يعني نقول هذا الكلام على جانب أن الوجود المجلس النواب شكلي وافتراضي موجود، وإلا فكل ما يدار في صنعاء ليس له أي أساس من الشرعية. نعم، اسمح لي أرحب ضيفي عبر الهاتف وصديقك وزميلك في المجلس الشيخ ناصر باجيل، أهلا وسهلا بك، وعضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب السابق. أهلا بك شيخ ناصر. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور والعافية. ما الذي تبقى من مجلس النواب أو البرلمان في صنعاء اليوم؟ أولا شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا لكم على تخصيص هذا البرنامج لوضع البرلمان في صنعاء. للأسف الشديد البرلمان اللي في صنعاء لا يوجد لديه أي صلاحيات كاملة، وإنما مفقود الصلاحية ومفقود بسبب يعني تعنة الحوثيين، وعندنا دلائل كثيرة، منها عقد دورة انتخابية، ما يسمونها دورة انتخابية برغم أنها يعني غير قانونية تقريبا، لكن
عقدوا دورة يعني انتخابية جديدة، لكن للأسف الشديد أنه لم يتم وفق ما طلبوا الحوثيين منهم، وللأسف الشديد قفلوا البرلمان بالقفل، فيعني اجبروهم اجبار على انهم يعني ينزلوا ما يعني يطلعوا من انتخب يعني في الانتخابات، وطلعوا البديل الذي يريدوه هم وفق اهواهم وفق انتماءاتهم وفق معتقداتهم الخاطئه. نعم. فللاسف الشديد يعني برلمان بعد ما كل اللي حصل هذا، انا اعتبر اي قرار لهذه البرلمان برلمان صنعاء لا تمت للقانون ولا للدستور بيصله، لانه يمشي وفق اهواء ورغبات الميليشيات الانقلابيه الحوثيه. طب ما الهدف من الانتخابات التي جرت في داخل قاعه مجلس النواب، والهدف ايضا من الغائها؟ للاسف شديد الزملاء في اعضاء مجلس النواب يحاولوا انهم يعني يصححوا نوعا ما من اجراءات الدستوريه والقانونيه للمجلس، لكن للاسف الشديد ان هذا الميليشيات الانقلابيه لا ترضى بالديمقراطيه ولا ترضى بالحريه ولا ترضى بالدستور ولا ترضى بالقانون. فهذا يعني هي مشكله الحوثيين الانقلابيين. فطبعا اول حاجه يجب ان تفهم ان البرلمان في صنعاء لا توجد لديه يعني نصاب كامل، النصاب يعني طبعا هو مفقود النصاب كامل. اللي حضروا الدور الانتخابيه هم 90 عضو فقط، وعلى ذلك وهم يلقون انتخابات. برغم هذا كله الحوثيين رفضوا وابوا الا ان يطلع من يريدوا ان يطلع. يعني تعرضوا ايضا للقهر، لانه النواب ايضا على مستوى من الوعي ومستوى من المسؤوليه، لانهم منتخبين من ابناء الشعب في انتخابات نزيهه وشهد بها العالم. انا اقول لك لا يشرفهم بعد ما حصل عليهم وقفلوا مجلس النواب بالقفل وفرضوا اللي يريدوا، لا يشرفهم ان يداوموا في مجلس النواب. فمن يعني يشرفهم ان يبقوا في بيوتهم معتصمين حتى يعاد يعني هيبه الدستور والقانون والشرعيه. نعم. ابقى معي شيخ ناصر. الدستوريه والشرعيه الدستوريه. ابقى معي شيخ ناصر. استاذ عبد الرحمن، يعني في 2014 اصدر الحوثي ما سماه الإعلان الدستوري، واعتبر فيه أن البرلمان منتهي الصلاحية. هل هذا يعني أنه كان هناك توجه مبكر لإلغاء البرلمان وتهميش دوره؟ التوجه مبكر وأساسي ورئيسي سابقا ولاحقا مستمر. لا يؤمنون بمؤسسة الدولة، لا يريدون مجلس النواب إلا من سيأتي ليردد الصرخة الإيرانية. هذا الكلام مفروغ منه. أول ما توحلوا مجلس النواب فيما سمي بقرارهم بالإعلان الدستوري لأنهم لا يحق لهم، وفشلوا. في ذلك الموقف لا يجب التناسي أو التساهل في موقف المؤتمر الشعبي العام الذي كان حجر الزاوية الرئيسية في إفشال ما سمي بالإعلان الدستوري. طلبوا أعضاء مجلس النواب للذهاب من يوافق ليكون عضو مجلس وطني ليذهب ليسجل اسمه. رفضت كتلة المؤتمر. هل سجل التاريخ ذلك؟ هل سجلت الأحزاب التي تناول المؤتمر ذلك؟ أيضا البيان الذي أصدره المؤتمر، واعتبر أن هذا البيان هو انقلاب على الشرعية والتفاف على الدستور. يعني أول من وصفه بانقلاب هو البيان سطر المؤتمر. والجانب العملي سطر، يعني ليس لم يكن الناس راغبين لأن يكونوا يعني للمناصب، يعني تعال نسجلك عضو يعني وذهب بمجرد تسجيل قلم أصبحت عضو مجلس وطني يعني لتفتحون. لا، الناس ضحوا ورفضوا وافشلوا هذه تلك الخطة والإعلان الدستوري كامل. يعني التوجه أصيل ورئيسي، ولو تيح لهم الفرصة يحلوا ما تبقى. لماذا يخافون مجلس النواب؟ يعني يخافون من صوت الشعب، يخافون من الدستور، يخافون من صوت الجمهور، يخافون من الإجماع، يخافون من أي وحدة شعبية. يعني لا يريدون إلا ما يأتي عبرهم وفق نظريتهم فقط. يعني الحيثيات كثيرة التي تجعلهم يرفضون ذلك، وهم الآن يمارسون هذا، وبقى ما تبقى من أعضاء النسوان شكليا حتى يعطوا رسالة للناس وأشياء أنه نحن نقبل بالآخرين، وإذا ما تحت لهم الفرصة لن يقبلوا إلا من يكون منهم ومعهم ومواليا لهم. نعم. ويسلم لأمرهم تسليما. طيب شيخ ناصر، الهدف ربما من الإعلان الدستوري كان ليس فقط مجلس النواب، كان له أهداف كثيرة، سواء يعني بغض النظر عن أنه ليس من حق أي جهة أن تصدر هذا الإعلان، هو فقط مخصوص برئيس الجمهورية. يعني ما الأهداف الأخرى التي كان
التي كانت وراء هذا الإعلان. نعم. الإعلان الدستوري كان يعني بمثابة انقلاب واضح، وكانت إشارات للانقلاب واضحة، ولكن للأسف الشديد لم نتعظ من وقت الإعلان الدستوري، ويعني سبب ذلك يعني تحركات سياسية أخرى ضد المؤتمر الشعبي العام وضد يعني الوضع بشكل عام. أما يعني الإعلان الدستوري هو يعني واضح وصريح، واليوم وأمس اللي لما قفلوا مجلس النواب في صنعاء هو واضح إنه ما يريدوا إلا ما يريدوا هم، يعني يشتوا يمشوا نظام ويمشوا قوانين ويمشوا على مزاجهم وعلى أهوام وعلى توجهات حكم الولاية الإيرانية. هناك الكثير من طبعا لو تلاحظ حتى كانوا يعني الشراكة الوطنية في التمثيل الوطني على مستوى الجمهورية كامل لا يوجد، يعني كل يعني اثنين من صعدة أو ثلاثة من صعدة، اثنين من صعدة أو واحد من دمار واحد من الحديدة، لكن كان معهم عضو مجلس نواب واحد من المحافظة الجنوبية وترشح ولكن لم يوفق الحظ، وهذا هي ديمقراطية. لكن ما دام قدهم فرضوا واحد اسمه الجماعي كان المفروض يفرضوا هذا الرجل اللي باقي في صنعاء من المحافظة الجنوبية هو واحد اللي هو عبد الباري دغيش. لكن هم طبعا لا يعنيهم إلا من سيردد الصرخة كما تفضل الدكتور. يعني طب دكتور لماذا يعني لماذا حاولوا إسقاط يحيى الراعي؟ يعني يحيى الراعي عليه ضغوط من الداخل ومن الخارج، لماذا؟ يحيى الراعي هو رجل مهني في الأول، يعني في الأول والأخير يعني رجل برلماني لديه قدرة برلمانية في إدارة جلسات المجلس وأعمال مجلس النواب، ولا يمكن أن يأتي لا جيلهم ولا الجيل الذي أن يساوي ما لدى يحيى الراعي من قدرات. وبالرغم من ذلك فهم يحقدون على يحيى الراعي في كل حال، ولو تمكنوا من النجاح لا سقطوا يحيى الراعي، لأنهم يريدون الجيل سبتمبر وأكتوبر أن لا يكونوا موجودين لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة التنفيذية ولا في غيرها من السلطات. يعني يحيى الراعي خريج كلية يعني ومن بعد الثورة، وعاش الثورة وعاش الجمهورية وعاش مرحلة السبعين وعاش الدفاع عن الوحدة وعاش اشتغل في الجمهورية في الأشياء، هم لا عمل في عدة مناصب محلية لا وعسكرية لا يريدون شخص يعني يؤمن بالجمهورية، لا يريدون شخص يؤمن بال 26 سبتمبر، لا يريدون يعني يريدون من الشباب، وسيصلون ذلك في الشباب المطوع الذي لا يفقه شيء، لا يبقى في لا في مصلحة البلد ولا في مصلحة أشياء. إضافة أنه الكأمين عام مساعد سابق للمؤتمر وله أدوار كثيرة، يريدون أن يكون من الجيل حتى على مستوى الهاشميين، دعك من رجل شخص على يعني شخص مسؤول دولة أو قبيلي، يعني فيه حتى الهاشميين الطبقات الكبيرة والأشياء يريدون أن تخلصوا منهم ويأتوا بالطبقات أو السن الحديث الذين لا يفقهون التاريخ ولا يفقهون في الحياة شيئاً إلا منفذين للتوجيهات الحوثية والتوجيهات الإيرانية. طيب شيخ ناصر يعني الآن في أيوة. في أنا لي مداخلة تعليق. طيب عقب ثم أسألك تفضل. النواب المنتخبين فهو منتخبين، لكن للأسف الشديد هم عارفين أن لا يوجد نصاب قانوني معهم لعقد الجلسات أو لعقد دورة انتخابية، ولكن للأسف الشديد هم يتمادوا مع الحوثي لا نعلم هو تهديد وخوف او 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 هو يعني تمادي على الدستور والقانون. طيب. هم زملائنا يعني للاسف الشديد يعني خاضعين خضوع كامل، وهم يمثلوا شعب، هم يمثلوا شعب ما يمثلوش انفسهم، وكان المفروض انهم لا يتصرفوا من انفسهم دون يعني رضاء الشعب او دون رضا وفق اليمين اللي حلفوه او اليمين الدستوري ان يرعوا رعايه مصالح الشعب رعايه كامله، ولكن للاسف الشديد بعد يعني غلق مجلس النواب المره الاولى وغلق مجلس النواب المره الثانيه المفروض انهم لا يداوموا ويرفضوا اي عليهم ضغوط. شيخ ناصر عليهم ضغوط كبيره، ربما هي نفس الضغوط التي دفعتكم للخروج من البلد، فلذلك احنا لا نحملهم الكثير. ايضا هذه ليست بيدهم، لا نستطيع ان نقرر الا ونحن في صنعاء هذا الكلام، لكن دعني اسالك هنا انه استكمالا ل يعني برنامج ينفذه الحوثيون، هناك كان
إشكالية مؤخرا أنه حتى الهاشميين يعانون هذه الفترة من صراع مع الصعديين. وصلت انه اسمح لي فقط الان في نيابه رئيس مجلس النواب هناك اثنان من صعده، يعني دائما يضعوا في كل مؤسسه في كل محافظه لابد ان يكون هناك مشرف من صعده. هل الفكره الان انه لم يعد هناك لا يثقون حتى بمن وقفوا معهم في البدايات؟ يا اخي القصه ليس حوثيه، يعني حوثيه هم لا يثقون الا في ابناء صعده اولا، ثانيا لا يثقوا الا في من تدرب في ايران في على المنهج حقهم، المنهج الايراني المنهج التناشري، فغير ذلك يكون سيد يكون قبيلي يكون من كان لا يمكن يثقوا فيه. طيب لذلك يعني هم عندهم منهج وعندهم توجه واضح، توجه ايراني توجه تناشري، يعني اللي بيمشي عليه بيكون معاهم واللي ما بيمشي عليه يعني لا يمكن يكون معاهم، سيكون ضده. طب ما الذي قد يعني يمررونه او يحاولون تمريره خلال الفتره القادمه طالما قد صار لديهم اثنان في هيئه رئاسه المجلس من صعده فقط؟ هذا اول حاجه شيء لا 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 يعنينا نحن اعضاء مجلس النواب، واحنا الاغلبيه اللي في الخارج، يعني اكثر من النصاب القانوني موجودين في الخارج، لا يعنينا ما يعملوه يعني الحوثيين في صنعاء. حتى لو كانوا زملائنا من اعضاء مجلس النواب مجبرين على ان يحضروا ومجبروا على ان ينتخبوا اللي يشتغلوا الحوثيين، فهذا لا يعنينا لا نصا ولا دستورا ولا شرعا. نعم. طيب اشكرك جزيل الشكر شيخ ناصر باجيل عضو مجلس النواب ونائب رئيس هيئه مجلس النواب او هيئه رئاسه مجلس النواب سابقا، كنت معي عبر الهاتف. اعود اليك استاذ عبد الرحمن. يعني محمد علي الحوثي نشر تغريدة يهنئ فيها بالانتخابات ثم عاد لحذفها، ألا يعني هذا أنه أصبحت حتى يعني الصراعات فيما بين مراكز القوى الحوثية تنعكس على مجلس النواب أو تنسحب على المجلس؟ طالما حذفها فهو يسير في الاتجاه القوي في الطرف الحوثي. لو كانت استمرت يعني اذا كان الوضع نستطيع ان نقول ان الصراع محتدم، ولكن سبق تعيين مهدي المشاط رئيسا للجان الثوريه بديلا عن محمد علي الحوثي ولكنه رفض واستمر بالقوه رغم في فتره سابقه في البدايات. نعم، عندما ياتي الحس من الجانب الايراني فكلهم ينصاعون، ولذا الدليل انه كان قد ايد، لانه في خط يعني وضحوه هنا كان هناك علاقه متميزه بين عبده بشر وصالح الصماط وعبده بشر ومحمد علي الحوثي. وبعد ان اتى محمد يعني مهدي المشاط يعني بدلا عن صالح الصماد استهدف مباشره عبده بشر في الوزاره التي كان معين لها. تم ازاحته منها وباعتباره يمثل جناح محمد الحوثي او جناح صالح الصماد سابقا. ايضا عبده بشر لا يهاجم محمد علي الحوثي، يهاجم فقط فقط هو موجه ضد يعني في نفس ال نعم. طبعا هذه الاشكاليات والاشياء يجب ان نراهن عليها كثيرا، لان صاحب القرار في الاخير هو معروف. بعيدا عن المراهنه، لكن هي تنسحب الان على مجلس النواب في سنة. هذا ما ظهر، لان مجلس النواب ليس منصاع كله للجانب الحوثي، والدليل انهم رشحوا عبد بشر ورفضوا الشخص المرشح من قبل الحوثيين. أو المفروض بالأصح المفروض الذي كان يراد فرضه ثم فرضه هو أخيراً. فرض في المجلس أولا ثم فرضه أخيرا وثم فرض في هيئة الرئاسة. مجلس النواب لا يملك أي قرار إلا بموافقة الحوثيين، والدليل ما حدث. يعني نحن نتكلم الآن في أشياء شكلية أو يستدل بها على ما يدور، لكن تؤكد صوابية موقفكم جدا، لكن في الأول والأخير كما ذكر الأخ ناصر أنه ما يدور وما يحدث لا يوجد يعني برلمان معترف في صنعاء، لا من لا دستورا ولا قانونا. طيب بالمقابل ولا العال ولا دوله برلمان الخارج ولا وليس له بعد الجلسه هنا الوحيده هنا يعني نقف بعد الجلسه الوحيده هنا نقف ونحاسب ونعاتب يعني القصور القائم في مجلس النواب الشرعي الدستوري صاحب الاغلبيه، نحاسب ونقف لماذا لا يقوم بواجباته كامله؟ من حقنا ان نحاسب ومن حقنا ان نطرح
هو المعترف به دوليا، هو المحسوب في اتحاد البرلمان الدولي، هو المعتمد في البرلمان الآسيوي، هو المعتمد في البرلمان العربي، هو الذي يتخاطب اليوم باسم يعني باسم انا الشعب. انصح بعض الاخوه في صنعاء الذين كل يوم يبعثوا رسائل تهاني لرؤساء البرلمانات في الخارج وما حد يرد عليهم، عيب قدروا موقفكم يعني ان تطفلوا على الناس انه اهن يعني ثاني بعد ثاني ما حد يرد عليكم ما حد معترف بكم، ويعني اقل شيء انتم خلاص برلمان داخلي للحوثيين. اما كنت مشي كل يوم رساله اهن البرلمان العماني، اهن البرلمان الكويتي، اهن البرلمان يعني الدولي، الكلام ببلاش التهنئه يعني ببلاش يعني رسائل ويوجهوها ويصيروا ما حد بيرد عليهم، عيب يعني. لو انا يعني انا ولا انت ولا شيء شخص ارسل رساله لشخص وما يردش علي ولا يعترف بي اقيم نفسي، وهؤلاء يفرضوا اعتراف على يعني في خصوصا انها رسميه وتمثل يعني يعني يمني يعني نغار يعني عليه انه الناس يعني ما بيجالوا لك هذا يعني شيء نعترف به يعني شيء نتجاوز اسس ومعايير دوليه. نعود الى المجلس في الخارج، ما الذي قدمه المجلس في الخارج؟ نعرف حجم الضغوط التي تمارس على الداخل وانه لا يمتلكون لا يملكون قرارهم. لسنا راضين عن كل ما قدم المجلس في الخارج، تمام لسنا راضين، ولكن أنت يعني خطوة أن يتم تشكيل مجلس في الخارج هذه كانت خطوة رئيسية. لكن جلسة واحدة دكتور، حتى يعني أقول لك هي ليست جلسة أسبوع، ولكن بمجرد إعلان واجتماع ضامنة النواب هذه خطوة رئيسية واستراتيجية من أجل سحب البساط من تحت إيران. شرعية فقط الذي كانت تراهن شرعية البرلمان فقط التي حصلتم عليه، لكن التي كانت تراهن بالمقابل هل استطعتم أن تقولوا ما لا يستطيع قوله النواب في الداخل وأنتم تعرفون أن في فمهم ما لا يعني كجانب إعلامي كبيانات كمواقف أشياء هذا بيحدث، لكن كأعمال يجب أن يقوم بها المجلس لسنا راضين عن ذلك وعما يدور. من المسؤول عن تعطيل والله الجهات المسؤولة تعرفها أنت وعرفها أنا، والقيادة العليا في الدولة هي ما يجب أن توفر. من المستفيد إذا؟ المستفيد الجانب الإنقلابي، والخسارة يعني الجانب يعني على الجانب الوطني. وإضافة هل يعرف المعطلون أنهم يخدمون الحوثي بهذا التعطيل؟ هناك كثير في هذه القضية وفي غيرها جوانب قصور لا نقرها، يعني انه جوانب في انا قصور فيها انا او جوانب عدم اتخاذ قرار واحد في الجبهات العسكريه وعدم جانب صرف المرتبات لمكافحه مواطني الجمهوريه اليمنيه اينما كانوا، هذه جوانب قصور لا نقرها، يعني قصور في اداء الحكومه في اشياء هذا مثلها مثل يوش من اوجه القصور الموجوده. يعني كوزير من الوزارات لا يجب ان يعني يبقى بعيد عن وطني اسبوع او شهر، يجب ان ينزل. انتم جزء من المنظومه هذه، جزء، فهذا هو تنعكس على الجميع. يعني تقصد انه عندما تستطيع الحكومه تامين نفسها ستستطيع تامين جلسات مجلس النواب؟ ما اعتقد هكذا. طيب اسمح لي ارحب بضيفي ايضا عبر الهاتف الاستاذ عبد السلام الذهبلي عضو مجلس النواب. اهلا بك استاذ عبد السلام. اهلا وسهلا أستاذ عبد السلام، عهدناك من الأصوات القوية والشجاعة. عمليا بداية عمليا ما الذي يحدث داخل البرلمان في صنعاء؟ ما فيش برلمان في صنعاء. تمام. طيب. لا يوجد برلمان في صنعاء. جميل. في برلمان واحد هو خارج، البرلمان يمثل 301 اللي توفوا ما يقارب 45، الباقي النصاب 135، فأينما يتوفر النصاب يكون البرلمان، وبالتالي لا ينعقد المجلس، لا ينعقد أعضاء مجلس النواب أو يعقدوا جلساتهم. لكن المشكلة أن الذين لا يملكون النصاب يعقدون جلسات، والذين يملكون النصاب لا يستطيعون عقد جلساتهم، لماذا؟ كيف؟ الذين لا يملكون النصاب يجتمعون، والذين يملكون النصاب لا يجتمعون. تفسيرك بنفس الصراحة، أريدها بنفس الصراحة. المخرج يشتكي ذا، إحنا بالنسبة لنا نعتبر أينما نكون أينما تكون الأغلبية يكون المجلس، مسألة الانعقاد ومنعقاد هذه خاضعة للجانب الأمني والجانب يعني لا فرق أنه ليس قراركم بأيديكم مثل المجلس في صنعاء. لا بالنسبة لنا نقول ما نشاء ونفعل ما نريد، على الأقل نمارس نوع من الديمقراطية، لكن عندهم لا. ما هي الديمقراطية التي مارستموها حتى اليوم؟ نقول ما نريد ونقدم أسئلة كيف ما نريد. آخر استجواب قدمته بالأمس لوزير الدفاع والداخلية
والإدارة المحلية عبر رئيس الوزراء وواسطة المجلس ومطالبين بالرد، لكن هناك لا يمكن أن يقدموا أسئلة أو استجواب. عبد الباسط تلقيت تهديدات بالقتل أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، عبد الباسط تلقيت تهديدات بالقتل لمجرد أنه حصل على تزكية في انتخابات داخلية، برلمان داخلي يقول على لكي لا تغضب، تهديدات بالقتل واضطر إلى تقديم استقالته، وقبلها تم إزاحته من وزارة التجارة والصناعة لمجرد أنه صوته عالي في المجلس. كيف ما وجه المقارنة؟ كيف لا إلا لدى الشرعية ما فيش وزارة صناعة وزارة الحوثي، وزارة تجارة وصناعة في الداخل لدى الحوثيين. قل تجارة وصناعة الحوثيين معقول؟ يعني أزيح منها، أنا أكلمك أنه أزيح من المنصب، يعني بعيدا عن المسميات الدقيقة، أنت تفهمني وأنا أفهمك والناس يفهمونها. دقق بالمسميات، أدقق يعني في المسميات. هو أزيح من المنصب الذي أعطوه إياه لأنه صوته كان عالي في المجلس. في مثل عربي قديم أو يمني قديم يقول من رضي بسحب من ربط لرجلوه لقي من يسحبه. يعني تعتقد أنه هذا جزاؤهم وهم يستحقون ذلك؟ نعم هذا جزاؤهم، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أعان ظالم على ظلمه سلطه الله عليه، وما يجري هو تسليط من الله. طيب. علينا لأنه رضينا بهذا الظلم. ابقى معي يا أستاذ عبد السلام، ألا ترى أنه هناك قسوة من الأستاذ عبد السلام في الطرح ويجلد البرلمانيين في الداخل والله وكأنهم مخيرون وكأن لديهم خيارات أخرى؟ يعني والله أولها صح المثل الذي أورده، من رضي بشنقه رضينا بعلاقه، هذا هو المثال. ومن حقه أن يعترض على ما أي شيء يعني نصنفه تصنيف رسمي للحوثي، يعني حق شرعي ودستوري له كعضو برلماني ولا هذا، لأنه لا يوجد حكومة شرعية في صنعاء، لا يوجد برلمان شرعي في صنعاء، لا يوجد وزارة شرعية في صنعاء، ولكن نقول وزارة صناعة الحوثي. لكن هناك نواب منتخبين يعني على الأقل هم زملائكم يعني. لا يعني حتى لا نعطيهم المبرر، يعني حتى لا نعطي المبرر لغيرهم، حتى لا، لكن شوف لا نريدهم أن يكونوا معكم ويكونوا مع الوطن. نلتمس لهم العذر، يعني خاصة وأننا نعرف الأسلوب الميليشياوي الذي يدار والذي صحيح. لا تتركوهم للحوثي إطلاقا، لا يمكن ذلك. ولكن يعني هو في صنعاء وبين أهله، ويعني تحت ضغط الحوثي يعني ويمشي كيفما يريد. طيب يا أخي، أنا من البحث عن الحرية تركت منزلي، تركت أهلي، تركت أشياء بحثا أقدر أتكلم. طيب الكلام اللي يتكلم به أنا وأنت والإخوة في المشاركين، هذا الكلام يعني يعرف جله أو أغلبه الكثير حتى منهم بالداخل، يعرفونه جيدا، لكن هم لا يستطيعون أن يتحدثوا، ونحن نستطيع أن نتحدث، نستطيع أن نخاطب الجماهير، نستطيع أن نخاطب اليمنيين وغير اليمنيين، نستطيع أن نوثق الحقائق للتاريخ. أما أن يكون الجميع هناك وأن يصمت الجميع وأن يزور التاريخ على الأقل وأن يعني يغطى الباطل ويغطي الحق، فهذا لا يجوز. يعني على الأقل أنه نحن نتكلم بلسان الجميع، نتكلم بما يجب، نتكلم بلسان الشعب، نتكلم بلسان المظلومين. يعني الشعب اللي من تساطر حريته، تساطر حقوقه، تساطر مرتباته، تساطر ممتلكاته، يعني يعزل عن العالم، يعود به إلى العصور الوسطى، يعاد إلى عصر التخلف، يعاد إلى عصر الإمامة، إلى الفوارق بين الطبقات، والكل صامت، لا يجوز. أستاذ عبد السلام، الحوثي لديه توجه يعني ربما أعلنه منذ البداية فيما سماه الإعلان الدستوري، وصف فيه مجلس النواب بأنه منحل ومنتهية مدته القانونية. يعني ما جدوى إجراء انتخابات وإدخال أعضاء جدد في البرلمان وإجراء في برلمان صنعاء لكي نكون دقيقين، و يعني انتخابات لهيئة الرئاسة وهو اساسا لا يعترف بالمجلس؟ قل برلمانيو صنعاء وليس برلمان صنعاء. تمام تمام. والبالنسبه للمجلس السياسي الذي اقره برلمانيو صنعاء، اولا انه ما بني على باطل فهو باطل،
لم يتوفر نصاب، وان كان في في في, في السابق كان متوفر نصاب ايام الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله يعني الشهيد، كان في يعني في نصاب، لكن بعد ان خرج ما تبقى من الاعضاء لا يوجد نصاب ولا يعول عليهم، وهم تحت الاقامه القضيه نقدر موقفهم ونقدر ما يعانون وما يضع، والله سبحانه وتعالى قد أوجد مبرر لهم بقوله تعالى إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن. لا من أكره وقلبه مطمئن. نعم. نعم. طيب خلال الأزمة الأخيرة التي حصلت فيما بين برلماني وصنعاء والحوثيين، أعلن مهدي المشاط بأنه تم إغلاق البرلمان المنتهية ولايته تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة وأشياء من هذا القبيل. يعني هل بالسهولة، هل بهذه السهولة يتم التلاعب يعني نواب منتخبين من قبل الشعب و البرلمان لم تنتهي ولايته ولن تنتهي. لا الذي أعلن هذا الكلام هو لا ولاية له ولا شرعية له، وبالتالي النص الدستوري واضح بأنه مجلس النواب مدته 6 سنوات، وإذا تعثر إجراء انتخابات نتيجة ظروف قاهرة يستمر يظل المجلس قائما حتى تزول هذه الظروف، وسيظل مجلس النواب قائم حتى تزول هذه الظروف، ومجلس النواب سيكون حيث تكون أغلبيته. لو كانت أغلبيته في صنعاء لكان المجلس في صنعاء والشرعية لهذا المجلس، وإن كانت الأغلبية في يعني خارج صنعاء فالمجلس يوجد حيث يوجد توجد اغلبيته، والجلسات لا تعقد الا بالنصاب. نعم. استاذ عبد الرحمن، ما طبيعه الدور الذي يقوم به نواب الحوثي؟ نواب الحوثي الذين تم اقحامهم مؤخرا، يعني اعتقد التصنيف دقيق. نواب الحوثي هم من تم اجراء انتخابات شكليه، اعطاء محاوله اعطاء الشرعيه للمجلس، ومحاوله اعطاء توازن من حيث النصاب. في ما سمي بالانتخابات الأخيرة كان العدد الحضور كان 90، منهم 24 هذولا انتخبهم الحوثي أو نواب الحوثي وليسوا نواب الدستور أو القانون، يعني كغطاء أو كاستباق أو كمحاولة للبحث عن الشرعية لأي عمل حوثي يمكن أن يقوم به يعطي شرعية لأي مؤسسة، يعين وزراء، يعين محافظين، يعين نواب في هذا الجانب كأعمال شكلية حتى يستتب له الوضع. إذا ما أخذنا 24 العدد الذين هم صعدهم الحوثي بانتخابات حوثية، العدد يبقى كم؟ 70 في صنعاء. الثلث يعني يعني لا يمكن أن نقارن بين كم 70 عضو في صنعاء موجودين، وهؤلاء هم المعترفين دوليا، أما من انتخبهم الحوثي فلا يعترف بهم إلا الحوثي فقط. فلا يعني لا يمكن المقارنة. مجلس النواب هو الذي يخضع للحكومة الشرعية، يعني يكون جزء من الحكومة الشرعية لا من الحكومة. لكن ألا تعتقد بالأغلبية صراحة، ألا تعتقد أنه محافظة الحوثيين على الشكل الموجود أفضل من وقد ربما يخدمهم في اي تسويه، خصوصا تعرف انه هم يستغلون متقلب. يعني تعرف انه كان في مناقشات وفي حوارات وتفاهمات في جنيف وفي بيل والى اخره. هل الوضع الطبيعي ان يسيطر على صنعاء؟ لا، ولكن سيطر عليها واصبحوا الان يتكلموا حتى في ستوكهولم كان حضور الحوثيين اشبه بنوع من تطبيع الوضع القائم، وبالتالي في أي تسوية قادمة قد ربما يخدمهم هذا. هناك مصادر عن توجهات يعني أوروبية وغيرها يعني لإيكال الأمور يعني في تسوية سياسية قادمة لمجلس النواب. يعني هذا المصادر متعددة ذكرت ذلك، يعني مجلس النواب المنتخب وكل أعضاء مجلس النواب الموجودين من الطرفين، فالسعي والحفاظ والاهتمام بما يسمى بمجلس النواب في صنعاء هو يأتي في هذا الجانب، أنه لديهم مجلس ولدينا مجلس وفي من هذا القبيل. في الأخير لن يتم تجاوز من يعني الذي لا يفقه في السياسة شيء هو من يحاول أن يتجاوز مجلس النواب، من لا يفقه في السياسة شيء هو الذي يحاول أن يضبط أو يضعف دور مجلس النواب، سواء في
الشرعيه او لا في عند الحوثيين. اعتقد انه في الجانب الشرعي لم تهتم في ايجاد يعني جلسات للتنوب الا بعد ان اقيمت في صنعاء، وهذا كان واضح. بعدها انسحب عندما خرجنا 15 عضو مره واحده، ثم لحقونا اخرين. تغير الوضع وتغيرت الكفه، ولو حررت محافظات اخرى لالتحق الكثير صحيح في يعني وغادروا منطقهم. طبعا زملائنا في صنعاء لا يمكن ان ننسى ادوارهم الوطنيه، طبعا المنتخبين عبر الدستور والقانون في التاريخ لا يمكن ان يعني نتجاوز يعني ايمانهم بالثوره، ايمانهم بالسبتمبر. ربما خروجكم يعني شكل ايضا ضغط عليهم انه اصبحوا تحت المجهر، ربما لا يستطيع هي من شقين. نعم. شكل عليهم ضغط من حيث المراقبه وعدم الخروج والتشديد، من الناحيه الاخرى اعطوهم شيء من الاهتمام وخففوا عنها يعني بعض الممارسات اللا اخلاقيه بحيث لا يعطوا ضغط عليهم للحاق بزملائهم. طيب استاذ عبد السلام، قدمت استجوابا للوزراء، وزير الدفاع او وزير الداخليه كما تفضلت، متى سيحضر هذا الوزير واين ستتم المناقشه؟ اولا نحن لا نريد الوزير ان يحضر، ونريد للوزير ان يرد على الاستفسار كتابيا. واسمح لي هنا ان اقرا الاستجواب لانه ضروري. هنا سبق وان قدمت استجواب وتاخروا عن الرد وارسلت تعقيب. الاخ رئيس مجلس النواب المحترم تحيه طيبه، بعد الديباجه أن تقدمت بسؤال عبركم للاخوه وزراء الدفاع والداخليه والاداره المحليه بتاريخ 2/9/2020، وارفقتموه برساله تغطيه رقم 55 وتاريخ 3/9/2020 لرئيس الحكومه لالزام الوزراء المعنيين بالرد المكتوب وخلال اسبوع بحسب الدستور، ولكننا الى اليوم وقد مرت 74 يوما لم نلتقي اي رد. والاخ رئيس المجلس، لقد ابتلانا الله في تعزي بعض الملوثين بالجريمه ودم العزل ممن يزهقون وينتهكون وياخذون ما فوق الارض من ارواح وحقوق وممتلكات الناس ليعيدوهم بما في السماء، ونحن نقف مكتوفي الايدي نكتفي بمقوله عبد المطلب في الجاهليه: انا رب ابلي والكعبه رب يحميها، بعدما اعزنا الله بالاسلام. في مدينة صار أهلها وسكانها يحلمون بأخلاق الجاهلية ومروءة أبو جهل الذي أشار عليه بعض أصحابه باقتحام منزل الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحاصرونه، فرد عليه ثكلتك أمك، أتريد أن يقول عنا العرب بأن أفزعنا بنات محمد؟ ولذلك فإنني هنا أعقب على رسالتي السابقة بخصوص ما يجري في تعز من ممارسات عبثية، ليس انطلاقا من حق الدستور والقانون فحسب، بل خوفا من أن يحل علينا غضب الله ولعنته وأن يهلكون الله بسبب ذلك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق القوي تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. عندما يحدث في تعز ليس سرقة أو نهب من قبل عصابة لصوص أو سرق يسطون وينهبون سرا لنتحقق الأجهزة المعنية بأنهم في إطار البحث والتحري، بل نهارا جهارا ومن قبل قادة يتبعون الجيش والأمن وبعض أولادهم قادة وبعض أولادهم وأتباعهم يبرر لهم ذلك بعض المسؤولين أننا في حرب والوقت غير مناسب ويجب أن ننتصر في هذا الحرب على الحوطة أولا ومن ثم نتحدث عن تلك الممارسات، دون إدراك منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم وجيشه في غزوة أحد بسبب انشغال بعض أفراده بجمع الغنائم، ويريدون مننا أن ننتصر بجيش ليس قائده رسول الله، انشغل بعضه بسرقة المنازل ونهب محتوياتها التي لم يبقوا فيها في بعضها شيء يذكر. الأخ رئيس المجلس، إنني وعملا بحق الدستوري بالتعقيب أرجو أن ترفقه برسالة تغطية منكم للمعنيين بالسؤال وإلزامهم بالرد في المدة المحددة بالدستور، خصوصا أن الجرائم تتضاعف وتنتشر بشكل مخيف حتى وصل الأمر للقتل والسحل داخل المستشفيات والأماكن العامة والخاصة ودور العبادة. كان آخرها بالأمس إحراق منزل علي سلطان البريهي وتشريد أسرته وقتل المغربي وسحله في مستشفى الروضة وقتل محمود الزوقري طمعا بالاستحواذ على ممتلكاته بعدما رفض مشاركتهم ومقاسمتهم في ممتلكاتهم وشركاته وغيرها من جرائم القتل اليومية، لتصبح تعز غابة للوحوش الآدمية المنتمية للجيش الوطني. كما أطالب أيضا بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني لقصد تخفي الحقائق حول ما يجري من جرائم وانتهاكات.
ختاما أرجو أن لا يظل المجلس عاجزا عن إلزام الحكومة بالرد وإنصاف المظلومين حتى لا يجدوا نفسه مضطرا لمخاطبة العالم عبر البرلمان العربي والبرلمان الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي ما ذكرته والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للتوضيح ليعلم العالم كله ما يعيشه الناس من مآسي وانتهاكات في تعز موثقا بأسماء الضحايا وأسماء المجرمين الذي يمارسون تلك الجرائم والداعمين لهم موثقا بالصور والأدلة والبراهين وتقبل الفكرة اتضحت الفكرة تضح شكرا لك ما ذكرته في نهاية الرسالة أنه كي لا يظل البرلمان عاجزا عن نصرة المظلومين وعاجز هذا هي الحقيقة البرلمان عاجز لأنه لم يفكر أحد في انتظام جلساته لم يفكر أحد في على الأقل إيجاد آلية لتحريك الملفات يعني أين كنتم في 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 موضوع تعز أنا كنت في موضوع عدن في أبيان في كثير من القضايا كثير يعني حتى موضوع الحكومة لم يحسم له حد الآن بسبب الصراعات وتقاسم الغنائم وإلى آخر ذلك الناس يعانون من كل أصناف العذاب سواء رواتب سواء في السفر سواء في الغربة سواء في كل شيء مجاملات المحسوبيات يعني لا أحد يستطيع اليوم أنه يخرج حتى من صنعاء إلى منطقة آمنة أو ما يسمى بالمناطق المحررة ويأمن فيها أو يجد حتى ما يسد رمقه لذلك الناس صبروا وقبلوا كرها بما يفعله الحوثي أنا سأكتفي بما طرحت لكن أسألك سؤال بس بإيجاد لأنه أدركنا الوقت متى سيردون على هذه الرسالة أو هذا الاستجواب؟ مطلوب الرد والا قد قلنا في النهايه ماذا سنفعل مطلوب الرد خلال اسبوعين اسبوعين وقد وبالفعل قد تم التواصل معي من قبل بعض الوزراء ومن قبل رئيس المجلس وتفاهم مع الرئيس وهناك في طرق لتجاوز تلك الاختلالات وان شاء الله ننتظر والا لن نسكت شكرا جزيلا لك نائب عبد السلام الذهبي عضو مجلس النواب كنت معي عبر الهاتف أعود لك وقد أخذنا الوقت طويلا يعني لا أدري هل هو من المناسب أن احنا أيضا نجلد البرلمان في الخارج فيما أنت يعني تعترف صراحة بالتقصير وأنه الموضوع خارج عن إرادتكم لكن الكلام الدبلوماسي والكلام الناعم أنه نعتذر وأنا هل سيفيد المواطن في شيء؟ هل لديكم نوايا؟ نحن لا نبحث عن مبررات إطلاقا ولا نلتمس لأنفسنا العذر إطلاقا لدينا واقع مشاهد وواضح لماذا تربطون أنفسكم بالحكومة؟ لماذا أنتم يعني دائما أنتم كنتم فوق الحكومة؟ أنتم من يحاسب الحكومة؟ نحن ننتظر قرارات سياسية وسيادية الحكومة جزء منها وتأتي خلف المجلس الوضع وضع سيادي هل تتوقع أن تأتي هذه القرارات بعد والله الوضع حتى الآن ماذا أقول ماذا أعبر عنه لا يسر والتأخير لا مبرر له والوصمة في وجه الجميع تحالف أولا شرعية ثانيا قيادة الدولة يعني العملية تحاصص يعني من أجل أن لا يظل فلان مسؤول وزارة فلان يعني المسؤولة الوزارة الفلانية يعني تأخر يعني مهام شعب بأكمله من أجل هذه القضايا يعني لا مسؤولية يعني هي السائدة في التأخير وفي العملية يعني الموضوع ليس مرضي الموضوع يعني ما نقوله وجه رسالتك في الغرفة الخاصة أشد بكثير من ما هذا يعني إذا كنتم غير قادرين أن تحملوا مسؤولية شعب فلا داعي لأن تستمروا هذه رسالتي وإذا كان التحالف غير قادر على فرض اتفاق الرياض فلا داعي أن يحمي نفسه يعني ويتحمل المسؤولية التاريخية الشعب اليمن مهددة بالتمزق وهذا مرفوض شعبيا ولا يساوم أحد في الداخل أو في الخارج أن اليمن سيقبل بالتمزق اليمن يعاني من السيطرة الإيرانية ولا يمكن أن يقبل اليمن بالسيطرة الإيرانية على الشعب اليمني الشعب اليمني مهدد بالفقر ولا يمكن أن يقبل الشعب اليمني الشعب اليمني الآن مهدد بالعصار والتجويع والاستعباد والكهنوت هذا كلها لا يقبل الشعب اليمني من يتحمل مسؤولية هذا الشعب فعليه أن يفي بالتزامات هذا الشعب ويكون في مستوى المسؤول ويكون مستوى معنا فلا يعني يجب
أن يتوه القضايا نعم. وحتى يأخذنا الوقت وتأخذنا الميليشيات، ونأتي يوم ونتفاجأ وقد هناك جيل غير الجيل، المخاطر كثيرة. أدركنا الوقت أستاذ عبد الرحمن، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. ختاما أشكرك جزيل الشكر على تشريفك بالحضور وكل الإيضاحات الضافرة التي قدمتها اليوم وشجاعتك. الشكر موصول أيضا لضيفنا عبر الهاتف شيخ ناصر باجيل وشيخ عبد السلام الدهبلي. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.